بالنسبة للمباراة، أكيد على أنها مباراة قوية بحكم أننا نلعب أمام فريق الغابوني المحتل الصف الثالث ب5 نقاط والمغرب ب6 نقاط، لكن المشكل في هذه المباراة على أن المنتخب المغربي ليس أمامه أي خيار آخر إلا الفوز. اختيار مدينة الدار البيضاء أنه شيء جيد، شيء جميل، لأن جمهور البيضاوي فكيف كتعرفوه يشجع بطريقة يعني مغايرة على الجماهير الأخرى. فالمباراة قوية، مباراة جد مهمة. في حال تعادل المنتخب المغربي أعتقد أن الأمور ستحسم، لأن المنتخب الإيفواري ب7 نقاط سيلعب أمام أضعف المنتخبات الإفريقية هاد السنتين الأخيرتين، هو المنتخب المالي، والدليل على ذلك المستوى الذي ظهر به أمام المنتخب المغربي. فعلى العموم مباراة مصيرية، مباراة قوية، مباراة مهمة. إذا ما أرادت العناصر الوطنية أن تتأهل إلى كأس العالم فيجب أن تفوز على هذه على المنتخب الغابوني، في انتظار ماذا سيحدث في المباراة الأخرى بين المنتخب الإيفواري والمنتخب المالي، في حين المنتخب المغربي ما زال أمامه مباراة قوية في حالة فوزه على المنتخب الغابوني، في مباراة قوية أمام المنتخب الإيفواري إن شاء الله. أما بالنسبة للغيابات ففي بعض الأحيان تؤثر وبعض الأحيان لا تؤثر. السبب الذي يجعل غياب أحد اللاعبين لا يؤثر هو حماس وطموح اللاعب الذي يعوض الآخر. بالنسبة للمدافعين، لدينا مدافعين أكفاء يعني قويين، اكتسبوا تجربة كبيرة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، فبإمكانهم أن يلعبون مع العناصر الوطنية، خاصة إذا ما كان لاعب يلعب في البطولة الوطنية. عندما تقحم أمام عناصر تمارس في الديار الأوروبية فلا يجد صعوبات، ممكن لوسط الميدان أن يجد صعوبات، ممكن لمهاجم أن يجد صعوبات من حيث التأقلم، من حيث الأوتوماتيزمات، من حيث المترابطات. لكن بالنسبة للمدافع فلأن دوره هو الدفاع، يعني يجب أن يقطع الكرة، يجب أن يخرج الكرة، يجب أن يساعد في بناء الهجمة، مثلا يستقبل الكرة من الحارس، يستقبل الكرة من ظهير يسار، فأموره يعني تكون شيئا ما بسيطة من الناحية الهجومية. أما من الناحية الدفاعية فدوره أكيد أنه كسر الهجمات الفريق الخصم، وكذلك قطع الكرات الهوائية، يعني مسؤوليته تكون شيئا ما سهلة مقارنة مع لاعب في خط الوسط أو لاعب مهاجم. أكيد أنني أتذكر المباراة التي خضناها بمدينة الدار البيضاء أمام المنتخب الغابوني، والتي انهزمنا فيها ب2-0، وكانت المفاجأة الكبرى في القارة الإفريقية، لأن لم يتوقع أحد أن يفوز المنتخب الغابوني على المنتخب المغربي بمدينة الدار البيضاء بتلك الطريقة. وجدنا صعوبات كثيرة في الوصول إلى المرمى، لكن أنا أعيد وأقول على أن ما حدث في تلك الفترة فكان مسيء للكرة المغربية، لا يعقل، أقولها وأكررها، لا يعقل على أن يلعب لاعب في الدرجة الثانية ببلجيكا أن يحمل قميص الوطني المنتخب المغربي. هذا شيء يعني لا غبار فيه، مع وجود وآنذاك كانت هناك عناصر جيدة في البطولة الوطنية، رغم أنها لم تكن بطولة احترافية، لكن كانت عناصر تستحق أن تحمل القميص الوطني في بعض المراكز. الدخول بتشكيلة غريبة جدا، وجدنا صعوبات كثيرة في خلق الفرص. ثانيا الجمهور لم يكن يعني يسامح، بعد مرور نصف ساعة أصبح يضغط على لاعبين المنتخب الوطني، ومن ثم صعوبت علينا المباراة.
وكانت آخر مباراة لي عبد ربه مع المنتخب الوطني، بحيث أنني قررت أنني لن أشارك في مع المنتخب في المباراة المقبلة لظروف لا داعي أن أذكرها، لأن سينزعج الكثير. اكتشفت أشياء كثيرة وبالتالي حاولت مغادرة المنتخب. لا أنكر على أن الأجواء بمدينة الدار البيضاء بملعب محمد الخامس تختلف كليا عن ما يحدث في المدرجات بالملاعب الأخرى أو في المدن الأخرى. الجمهور البيضاوي يكون سيف ذو حدين، إما أن تدخل في المباراة أمام الخصم وتكون أقوى منه من ناحية إيجاد الحلول، من ناحية الوصول إلى مرماه، وإن استعصى عليك الأمر في الربع ساعة الأولى أو ال20 دقيقة الأولى فالجمهور هنا لا يرحم. يعني الجمهور البيضاوي ليس بالجمهور الصبور، يريد تسجيل أهداف ال5 دقائق الأولى، إذا لم تصل إلى المرمى خلال 10 دقائق فهو ينزعج، إذا لم تجد الحلول أو إذا ما لاعب أصبح يضيع الكرات بشكل متواصل فيخرج من المباراة بسبب الجمهور. لكن إذا ما الأمور يعني أخذت مسارها الجيد وأخذت يعني الطريق الصحيح فالجمهور البيضاوي سيكون خلفك لمدة 90 دقيقة بدون تردد، أو سيشجعك يعني خلال المباراة بشكل رائع. وهذه الأشياء نلاحظها من طبيعة الحال في مباراة الرجاء البيضاوي ومباراة الوداد، عندما يلعب فريق الرجاء وفريق الوداد سواء في البطولة الاحترافية أو في الكؤوس القارية.